ايه رايكم يا وحوش انفورما النهارده نفكس الاستوديو ده خالص ونطلع الجيم ناخد لنا تمرينه جامده جدا، تمرينه لتفجير عضلات التشيست وعضلات البايسبس، تكنيك انفورما الفور باي فور. وقبل ما تسال ايه هو الفور باي فور هشرح لك كل حاجه بالتفصيل وازاي ممكن تلعب بتكنيك صح، وهديك تمرينه كامله للتشيست والبايسبس. كل ده النهارده في حلقه انفورما، فجاهزين؟ يلا بينا. السلام عليكم، معكم حسين سيد وحلقه النهارده انفورما في الجيم. هنلعب النهارده تمرين تشيست وبايسبس باسلوب وتكنيك انفورما اللي هو 4x4 سوبر سيتس في دروب سيتس. لو انت متقدم في المستوى هتلعب التمرينه بالترتيب والتكنيك اللي هنلعبه بالظبط النهارده. لو انت لسه مبتدئ استنى، عايزك ما تقفلش الفيديو. حسين يا برحان، انك هتلعب التمرينه دي بس بتكنيك مختلف شويه، انك هتفصل تمارين السوبر سيتس هتلعب كل واحده لوحدها، يعني هتلعب التشيست لوحده وهتلعب البايسبس لوحدها، وهديك شويه تكات في النص كده فخليك معايا. يا تكاتو يا حركاتو. فسواء كان مستواك متقدم او مبتدئ ركز في الحلقه دي وركز معايا في التكنيك عشان نعرف نوصل بالتكنيك والاداء الصح ده لمستوى خرافي. فيلا بينا يا وحوش انفورما. النهارده هنلعب تمرين 4x4 وملخص سريع كده، هناخد شكل كومباوند. اول شكل معانا هنلعبه انكلاين بالدمبل، وبعد كده هناخد ثلاث اشكال سوبر سيتس، هناخد شكل تشيست بايسبس، وبعد كده هناخد شكل بايسبس في تشيست، وبعد كده اخر شكل هنخليه تشيست بايسبس، وفي اخر مجموعه في كل تمرينه هنعملها بتكنيك الدروب سيت. خليكم معانا ونشوف، بس الاول خلينا نقول ان احنا محتاجين نسخن جامد قوي الكتف بتاعنا. تمرينه التشيست زي ما احنا عارفين اكتر اصابات بتيجي في الكتف. صح يا ابني الايه؟ صح. فتعال الاول نشوف ممكن نسخن ازاي الروتيتر كف والكتف والمفصل ده بالذات. يلا بينا، خلينا نبدا بالتسخين. وتسخين الروتيتر كف هي دي العضلات المسؤوله عن الحركات الروتيشن، فعشان نسخنها كويس ونتفادى الاصابات خصوصا في تمرينه التشيست خلينا نتكلم ان احنا نسخنها كويس، ونسخنها كويس على الكيبل مش الدمبل. ليه بقى؟ لو احنا بنلعب الاكسترنال روتيشن اللي هي التسخين بتاعت الروتيتر كف كده بالدمبل، تخيل معايا كده واحنا بنشوف الفورس اللي داخله، انت بتعمل كده فالبايسبس بتاعتك اشتغلت وشايله لود عشان تعرف تثبت الدمبل ده في مكانه، وعشان تعمل كده فاللود بقى متقسم ما بين هنا وهنا، فما بقاش بس الروتيتر كف هو اللي متشال ومعمول له ايسوليشن، فانت محتاج ان انت تفكس خالص لموضوع الدمبل ده وتلعب بحاجه من الاثنين، يا تلعب بالكيبل عشان الكيبل الريزيستنس بتاعه جاي من الواير نفسه فانت هتعرف تايسوليت حته الروتيتر كف والاكسترنال روتيشن. تاني حاجه ممكن تلعبها بالريزيستنت باند او حبل المقاومه، تحطه في حته برده وتبدا تلعب بيه، فهيديك نفس الريزيستنس في الاتجاه المعاكس فهتعرف تعمل ايزوليشن. لو ما عندكش غير الدمبل ممكن اوريك ازاي تسخنه بالدمبل وتعمله برده ايزوليشن. يلا بينا، عشان نعمل نفس الحركه دي بس بالدمبل ونحاول نخليها معزول عشان نعرف نستفيد. وانت ما عندكش غير الدمبل، هنفترض ان انت ما عندكش غير الدمبل، هتنام على دكه او هتنام على الارض بالطريقه دي، وبعد كده تبدا كده الفورس بقت اخف وبقت فيه عزل اكتر على الكتف، تبدا تعمل الاكسترنال روتيشن بتاعك بالطريقه دي لو انت بس معاك دمبل. لكن لو متوفر الكيبل او متوفر حبل مقاومه الاحسن ان انت تلعب بيهم عشان تعرف تسخن احسن روتيتر كف. يلا بينا نشوف ازاي نسخن. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Tickies on my neck shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get. طيب خلصنا الروتيتر كف، نخش بقى على تسخين المفاصل. ناخدها بايه؟ من فوق لتحت كده، هنسخن مفصل الكتف، وبعد كده هنسخن مفصل الكوع، وبعد كده هنسخن مفصل الريست. هنسخنهم كويس قوي عشان نتفادى الاصابات. My legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time.
خلنا المفاصل كلها، بس برضو احتياطي ناخد لنا مجموعة رفرفة جانبي، رفرفة امامي، رفرفة خلفي، وزن خفيف جدا بس عشان الكتف يبقى ايه مرن معانا واحنا بنتمرن التشيست. يلا بينا. She's sitting up in the front of the class using that ass. She gonna pass, keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing. They don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands. طيب يا شباب، وانا بصور الحتة دي للأسف المايك كان مقفول من غير ما اخد بالي. الله، هو الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ طيب هلخص لكم ايه اللي اتقال هنا. انا بقول لكم ان احنا هنخش اول شكل الكومباوند بتاعنا هو الانكلاين بنش بريس عشان نجيب الكلافاكلر هيد او الهيد اللي فوق، ودي هنلعبها اربع مجاميع. اول مجموعة خالص هنلعبها ورم اب او تسخين، دي مش هتتحسب ضمن الاربعة، هنلعب من 15 ل 20 عدة بوزن خفيف جدا عشان بس نسخن معانا، وبعد كده نبدأ ندخل بالوزن اللي هنقدر نجيب بيه من 8 ل 10 عدات، ونشوف الوزن ده مناسب ولا لا نعليه او نوطيه بعد كده. وهنا بشرح لكم ان الدكة لازم تكون 30 درجة، يعني الدكة 30 درجة دي عشان نعرف نلعب بيها الانكلاين صح. ويلا بينا نخش على التمرينة. Beat raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make and a just name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, march until it's over. And just like a soldier. تقريبا تاني مجموعة برضو جبنا بيها 11، فكده اعلى شوية برضو من اللي احنا عايزينه. ممكن نعلي 50 نكسر بيها وزن، نجيب بيها 8 عدات، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. طيب يا شباب، احنا جبنا كده بالخمسين 6 عدات بس عشان برضو ايه الطاقة راحت في اول مجموعتين، فاحنا ما وصلناش للفيلير في العدات اللي احنا عايزينها. احنا عايزين من 8 ل 10، جبنا 6 خلاص الوزن ده مش بتاعنا، هنقل تاني ل 45 بس نجيب ال 8 ل 10. وخلي بالكوا انتوا انا بلعب بتيمبو، التيمبو ده اللي هو السرعة بتاعت النزول والطلوع، بتبقى ثانيتين ثانية ثانيتين ثانية، اللي هو ايه نحاول نظبط التيمبو ده. التيمبو ده هيفيدك في حاجتين، اول حاجه الايسنتريك موفمنت او العده النيجاتيف او العده السلبيه دي، طول ما انت متحكم في الوزن وانت نازل انت هتستفاد اكتر من 50 60%، فركز في الحته دي، دي هتطورك جدا في كل العدات اللي احنا هنلعبها وكل المجموعات اللي هنلعبها. هنوصل للفيلير وذين الرينج ده بتيمبو معين. ركز الحاجات الثانيه، تبطيئك السنه للوزن هيخليك متحكم فيه ويخلي البرفورمانس بتاعك كويس، مش ما بنلعبش عتاله هنا. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل 45 تاني عشان نجيب من 8 ل 10، احنا جبنا بيها 11 بس عشان مستوى الليفل بتاع الانرجي قل شويه، هنلعب بيها هتلاقي ان احنا نجيب 10 9، فكويس قوي كده. يلا بينا. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ طيب تاني شكل معانا يا شباب، هنلعب ديكلاين بنش بريس على السميث، هنخليها بقى شويه عزل شويه. احنا لعبنا الكومباوند خلاص بتاعت الانكلاين، جبنا الكلافاكولر هيد، هنلعب على الستنر هيد. الستنر هيد دي اللي في النص بس، الديكلاين عشان بتزق لتحت بتجيب معاك اكتر، كمان الحته اللي هي في اخر التشيست بتجيب اكتر، يعني برسنتج اعلى في حته البريسات، لكن هي بتشغل التشيست كله في الاخر. الشكل ده هنلعبه سوبر ست، هنلعب ايه الديكلاين وهنلعب التبادل، هنلعبه بايسبس في التبادل. بعد ما نخلص الديكلاين لازم تحضر الوزن اللي هتلعب بيه التبادل عشان هتخش على طول بعديها. الديكلاين عامه السيت اب بتاعه عشان لو ما عندكش الدكه اللي هي الديكلاين ممكن تعمله زي ما احنا عاملين كده، هتحط طارات على حسب الميل اللي انت قادر عليه وعلى حسب رجلك، طول رجلك لامس الارض ولا لا. فانا حاطط اربع طارات 20 عشان تميل
الدكه بالمنظر ده عشان اعرف ازق لتحت. هتشوف ازاي بلعب وركز معايا في التكنيك ده، وهنخش بعديها هنخلص هنخش بعديها على التبادل. يلا بينا. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs. وكده خلصنا ثلاث مجموعات من السوبر سيت. دخلنا ديكلاين في تبادل. اخر مجموعه بقى ركزوا معايا، اخر مجموعه هي التكنيك بتاع انفورم بتاع 4x4. هنعمل ايه؟ هنلعب الديكلاين عادي، هنشتغل بيه عادي زي ما احنا كنا بنلعب، وهنخش فيه السوبر سيت مع التبادل. بس التبادل هنعمل فيه تريكايه في الاخر، هنلعبه دروب سيت. يعني ايه دروب سيت؟ يعني انا هبدا انزل بالوزن من 25 ل 30% في كل عده. تعالوا نشرح لكم برضو. انا هبدا مثلا ب 22.5 اول مجموعه، هوصل بيها للعدات المطلوبه، وبعد كده هنزل اخلصها انزل ما استريحش، العب بال 17.5 كده نزلت تقريبا 25% من الوزن، وبعد كده انزل 12.5، بعد كده هنزل 7.5، وبكده نكون حققنا الدروب سيت. يا زلة النبي ده بيعمل ايه؟ خلوه بعد كده نلعب وبعد كده اجي لكم. She looking straight from the city. Oh man, she looking so pretty. Goddamn, I'd like to get busy. Yeah, so baby girl, come with me. Yeah, we take it outside, oh. Yeah, wanna stay up all night, oh. Yeah, wanna get it all right, oh. Yeah, now she wanna skip the slide, oh. She got a fine ass body with the... خلصنا تاني شكل السوبر سيت اللي خدناه، نخش على تالت شكل هناخده برضو سوبر سيت، بس ركزوا معايا في الحتة دي. هناخد الاول البايسبس مش التشيست، هناخد الاول بايسبس في التشيست. الله نفس المعنى، ايش هذا؟ وبما اننا لعبنا دمبل اول شكل، هنلعب المره دي بار، هنلعبه زجزاج ضيق، وبعد كده هنخش في التفاتيح على الجهاز ده، هنخش تفاتيح. بما اننا خدنا الكلافاكلر وخدنا الحته اللي تحت برضو برسنتج، على حسب البرسنتج اللي انت بتضغط بيها، لو بتضغط لتحت هتجيب تحت. هنا هنفتح بس الايه؟ لمنتصف التشيست زي ما بيقولوا، فهنقدر نجيب الاسترنال هيد من نص كده، وده هنعمله دلوقتي. ويلا بينا نبدأ. ثلاث مجاميع من الشكل بتاع السوبر سيت اللي هو الباي الاول. اخر شكل بقى، اخر مجموعه قصدي، هنلعبها بطريقه الدروب سيت بس في التشيست. المره اللي فاتت لعبنا في الباي، المره دي هنلعب في التشيست. هنا بنبدل، وهشرح لكم برده كمان شويه ليه احنا بنعمل كده وايه الهدف اصلا من التمرينه دي. ويلا بينا نخش. بس اخر، ركزوا معايا في اخر شكل في التشيست، هنبدا ندروب برده 25% من 25 ل 30%. هنلعبها اربع مجاميع في الاخر، يعني هنلعب الاخر شكل ده اربع مجاميع. يلا بينا. Yeah.
اخر شكل معانا بقى هنعمل برضو سوبر سيت، بس هنقلب برضو الايه، هنخلي برضو التشيست الاول وبعد كده هناخده بايسبس، وهنعمل اخر مجموعه دروب. هنلعب بوش ابس بس بالويتس، وبعد كده هنخش الريفرس على الكيبل عشان نبدا ان كمان انجيج الفور ارمز معانا. يلا بينا. هنخش اخر واحدة، لعبنا ثلاثة، هنخش اخر واحدة دي دروب ست في البايسبس والريفرس. يلا بينا. Heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. وبكده خلصنا تمرينة النهاردة المدمرة اسمها 4x4. برضو عشان ابقى اشرح لكم ليه اسمها 4x4، خدتوا بالكم اربع اشكال في اربع مجاميع لكل شكل، في اربعة دروب سيتس هتخليك 4x4. بص هي 4x4. فزي ما قلت تمرين للمتقدمين في المستوى، لو انت مبتدئ هتخسر السوبر سيتس، تلعب ده لوحده ده لوحده، تقلل المجاميع، ممكن تلعب ثلاث مجاميع بس مش لازم اربعه، وتلعبها بنفس التكنيك، وتاخد بالك من الحاجات اللي انا قلتها عليه عشان تتفادى الاصابات، تطور مستواك، تطور المستوى العضلي. الحلقه دي كانت في الجيم، لو عايزين الحلقات دي كتير دوس لايك، وصل الفيديو ده على الاقل 5000 لايك. عايزين الدعم يا وحوش انفورما الفتره الجايه، الفتره الجايه فيها محتوى غير غير غير، هتشوف حاجات كتيره، هتشوف حاجات بره الجيم، هتشوف حاجات معلومات، هتشوف حاجات جوه الجيم وتكنيكس معينه هتطور مستواك جدا في الجيم. فاللي لسه بيتفرج عليا ومش مشترك ينزل يعمل سبسكرايب دلوقتي حالا، لايكات كتيره، واللي عايز يشترك معايا في اونلاين كوتشنج هيلاقي تحت اللينك، دوس عليه واختار الباقه المناسبه ليك، هنتواصل معاك نشرح لك كل التفاصيل. ولو عايز اكتب كومنت عايز التمرين الجاي تكون عن ايه، و4 باي 4 ولا نغير التكنيك، واللي جربها صور نفسه يعمل لي منشن على انستجرام. و عاش وحوش.